أعزائي المشاهدين أهلا بكم في برنامجكم أسئلة عن الإيمان ومعنا أيضا ضيفنا الكريم القمص زكريا بطرس أهلا وسهلا بكم أهلا بك أهلا لا يسعني أعزائي المشاهدين إلا أن أشارك معكم ما قاله السيد المسيح في إنجيل لوقا عندما قال أقول لكم أيها السامعون أحبوا أعداءكم أحسنوا إلى مبغضيكم باركوا لاعنيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم من ضربك على خدك فاعرض له الآخر أيضا ومن أخذ رداءك فلا تمنعه ثوبك أيضا وكل من سألك فأعطه ومن أخذ الذي لك فلا تطالبه وكما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا بهم هكذا وإن أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم فنحن نحب الجميع ونصلي لأجل الجميع لأجل معرفة الحق وتكلمنا في الحلقات الماضية عن مصادر كثير القرآن وتوقفنا عند مصدر عند الإسرائيليات والنصرانية وهكذا ولكن هنا نقول لكم تتهمون القرآن بأنه أخذ عن الإسرائيليات والنصرانية وهو كتاب الله الحق الموحى به وإن تشابه مع ما جاء في كتب اليهود والنصارى فلماذا هذا التجني؟ جميل احنا ما بنتجناش على حد وما بنتهمش حد ودايما بقولها نحن نتساءل الله اعطانا عقول حرة تقرأ كل ما يقع تحت يديها ونظرها فنقرأ ونفكر وبدل ما احنا بندين احنا بنتساءل لا أكثر ولا أقل. إحنا كلمنا فعلا المرة اللي فاتت عن بعض الاقتباسات نعم. وزيادة لدي هنا اقتباسات أخرى كثيرة تفوق 170 اقتباس نعم. من الكتاب المقدس عن أحداث في القرآن مأخوذة من الإنجيل زي خلقة الله العالم في 6 أيام مكانها بالكتاب المقدس في التوراة في التكوين إصحاح 1 ومكانها في القرآن الحديد آية 4 خلق آدم من التراب وهكذا قصة إبراهيم برضو في التوراة التكوين وفي آل عمران مجيء يعقوب إلى مصر في التكوين اللي هو في التوراة 46 وفي سورة يوسف 99 إلى آخره من هذه المقابلات بينما هو في الإنجيل هذه صفحة 2 3 4 5 مقابلات يعني دي على نهرين المقابلات ودي مجرد لسه يعني بنرتب الأبحاث بتاعتها علشان خاطر تبقى نقدر نطلع كل حاجة بالتفصيل تقول أن الاقتباسات من العهد القديم والكتاب ده موحى به من الله حلو ماشي طيب رغم اللي احنا بنشوفه ده طب ما رأيك بقى في اقتباسات القرآن من الشعر أيعقل هذا؟ أغري لك ما بقول لك دراسات وقراءات نعم والعقل بيفكر شو يا سيدي هقرأ لك القصيدة دي وحنشوف ما يقابلها من القرآن نعم قصيدة لأمر القيس وأمر القيس كان قبل محمد بـ30 سنة قال إيه؟ دنت الساعة وانشق القمر عن غزال صاد قلبي ونفر أحور قد حرت في أوصافه ناعس الطرف بعينيه حور مر يوم العيد بي في زينة فرماني فتعاطى فعقر بسهام من لحاظ فاتك فر عني كهشيم المحتضر وإذا ما غاب عني ساعة كانت الساعة أدهى وأمر كتب الحسن على وجنته بسحيق المسك سطرا مختصر عادة الأقمار تسري في الدجى فرأيت الليل يسري بالقمر بالضحى والليل من طرتي فرقه ذا النور كم شيء زار قلت إذ شق العذار خده دنت الساعة
وانشق القمر. هل لك أن توضح أكثر من هذه القصيدة؟ ماذا تقصد في هذه الكلمات؟ مثلا نعم. مطلع القصيدة: دنت الساعة وانشق القمر، مش دي موجودة في سورة القمر آية 54؟ اقتربت الساعة وانشق القمر. نعم هي موجودة. طيب فتعاطى فعقر، اللي موجودة في البيت الثالث، مش موجودة في سورة القمر 29: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. طيب كهشيم المحتضر في البيت نمر 4، جاءت في سورة القمر أيضا 31: فكانوا كهشيم المحتضر. بالضحى والليل في البيت الثامن، نعم، جاءت في سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى. إذا سجى مقتطفات. نعم مقتطفات. يا لعجب العجاب، يكاد الكلام يكون واحد. هل هناك أي اقتباسات أخرى؟ بالتأكيد في سورة أخرى لامرئ القيس، نعم، بتقول قصيدة أخرى نفس أنا قلت إيه؟ قلت سورة، متأسف. قصيدة لامرئ القيس: أقبل والعشاق من خلفه كأنهم من كل حدب ينسلون، وجاء يوم العيد في زينته لمثل ذا فليعمل العاملون. كل حدب ينسلون جاءت بنصها في سورة الأنبياء آية 56: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. يعني يأجوج ومأجوج. لمثل ذا فليعمل العاملون، الشطرة كلها. نعم. جاءت في سورة الصافات 61: لمثل هذا فليعمل العاملون. لربما قد تأثر فقط من امرئ القيس أو شعر امرئ القيس، هل يا ترى تأثر من شعراء آخرون؟ لأن تعرف الفترة دي كانت فترة شعراء كثيرين أوي. نعم. نعم. فمن أهم الشخصيات اللي تأثر بيها محمد شخصية أمية ابن أبي الصلت. أمية ابن أبي الصلت، وكان محمد يحب شعره قوي. جه في صحيح مسلم كتاب الشعر ثلاث أحاديث عن هذا. نعم. حديث 3022 و23 و24 عن عمرو بن الشريد عن أبيه قعد مع النبي في يوم من الأيام، فمحمد سأله قال له: هل معك من شعر أمية ابن أبي الصلت شيئا؟ قلت: نعم. قال: ها. فأنشدته بيتا. فقال: ها. فأنشدته بيتا. فقال: ها. حتى أنشدته 100 بيت. من حلاوة الشعر ولذته. نعم. وارتباطه. وقد اقتبس من هذا الشعر في قرآنه. هل لك أن تسرد لنا بعض هذه؟ بالتأكيد. نعم تفضل. زي السماوات بلا عمد. نعم. الكلمة اللي استخدمها أو الآية اللي استخدمها بن لادن لما قسم: أقسم بالذي أقام السماوات بلا عمد. ده تعبير أصلا أمية ابن أبي الصلت في قصيدة شعرية بيقول: إله العالمين وكل أرض ورب الراسيات من الجبال بناها وابتنى سبعا شدادا بلا عمد يرينا ولا رجال وسواها وزينها بنور من الشمس المضيئة والهلال ومن شهب تلألأ في دجاها مراميها أشد من النصال. الكلام ده موجود في سورة لقمان آية 10: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي نفس الراسيات من الجبال. نعم. أوكي. خد برضو من أمية بن الصلت عن الحضرة الإلهية العلوية. نعم. فأبو الصلت بيقول له كده: لك الحمد. ده في الكتاب بتاع شعراء النصرانية
صفحة 277 بيقول ايه؟ 227 تأسف. بيقول لك الحمد والنعماء والملك ربنا، فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد، مليك على عرش السماء مهيمن، لعزتي تعنو الوجوه وتسجد، عليه حجاب النور والنور حوله، وأنهار نور حوله تتوقد، ملائكة أقدامهم تحت عرشه، بكفيه لولا الله كلوا وأبلدوا. وقصيدة طويلة وعريضة موجود منها من القرآن، يعني الله على العرش مهيمن في سورة الحشر 23، حجاب النور في الشورى 51، فلا بصر يسمو إليه الأنعام 103، ملائكة أقدمهم تحت عرشه، غافر 7، هو الله باري الخلق الحشر 24. ترى هل كان لورقة بن نوفل أي أشعار في ذاك الوقت؟ كمان ورقة بن نوفل كان شاعر. القس ورقة بن نوفل هو كان قس قصة في مكة النصرانية، بدعة من بدع المسيحيين النصرانية. فورقة بن نوفل قال عن شخصية كبيرة وهو زيد ابن عمر ابن نوفيل، قال فيه كلمتين جمال قوي، قال له ايه؟ رشدت وأنعمت ابن عمر، وإنما تجنبت تنورا من الله حميا من الحنفاء، فأصبحت في دار كريم، مات، أصبحت في دار كريم مقامها تعلل فيها بالكرامة، لا هي تلاقي خليل الله فيها، ولم تكن من الناس جبارا إلى النار هاويا. ليس رب كمثله، بدينك ربا ليس رب كمثله. دي موجودة في سورة ايه؟ الشورى وسورة النساء اللي فيها تلاقي خليل الله، ابراهيم خليل الله. نعم. وايضا من شعر عبيد ابن الابرص، من يسأل الناس ويحرموه، الناس يحرموه، وسائل الله لا يخيب، والله ليس له شريك، علام ما أخفى القلوب، أخفت القلوب. ده برضو في الإسراء وفي سورة التوبة. وهؤلاء ورق بن نوفل وعبيد بن أبرص هم من شعراء النصرانية. النصرانية. ربما كان هذا مجرد تشابه تعبيرات. ممكن، يعني ده رأي، احنا ما بنصدرش أي رأي. فممكن يقال إنه تشابه. نعم. صح؟ نعم. لكن برضو ممكن الواحد يقول إنها، يعني الناس ممكن يقول ان دي سرقات ادبيه او سرقات شعري. يعني هي الحكم والفيصل بين الشعراء ايه؟ لما ده ياخد من ده وده ياخد من ده، سموها سرقات شعريه. نعم. في الادب. نعم. نحن نعلم انه كان هناك فئات اخرى غير اليهوديه والنصرانيه في الجزيره العربيه طبعا، فهل كان لهذه الفئه الاخرى اي اثر ايضا؟ بالتاكيد. نعم. كان في الحنفاء او يسموهم الحنيفيه. من هم الحنفاء؟ اتباع مله ابراهيم. اي ابراهيم. نعم. ابراهيم الخليل. نعم. اللي بيتبعوه وتوحيده ورفضه، لان كلمه حنيف يعني الرافض للاوثان. فدولت كانوا ماشيين وسموا نفسهم الحنيفيه، وهم مله ابراهيم. ورقه بن نوفل كان بادئ وياهم، كان من الحنفاء قبل ان يصبح قصه نصرانيه. نصرانيه. نعم. كان حنيفيا. وفي زيد ابن عمرو اللي احنا كنا بنتكلم عليه، كان بيعتزل فوق جبل حراء. 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 نعم. قاعد هناك زي راهب. وكان محمد بيروح يقضي شهر وياه وتعلم على ايديه اللغة العربية. واخد منه بعض اشعاره. هل لك ان تشرح لنا مبادئ الحنيفية، وهل لها علاقة بالمذهب الحنفي؟ تفضل. لا، الحنيفية غير المذهب الحنفي. نعم. الحنيفية ملة إبراهيم. وده اللي اتقال عنه في القرآن عدة آيات عن ملة إبراهيم حنيفا. نعم. ففي سورة البقرة آية 135، قل بل ملة إبراهيم حنيفة. وبعدين في سورة آل عمران 95، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة
وفي سورة النساء 125 واتبع ملة إبراهيم حنيفة. فالحنيفية هي ملة إبراهيم بحسب قول القرآن. نعم. وحتى بالمناسبة كان في الآية إن الدين عند الله الإسلام. لكن إن الدين عند الله الإسلام دي اتعملت في مصحف عثمان. لكن قبل مصحف عثمان عثمان نعم. كانت إن الدين عند الله الحنيفية. يا ساتر. تغيرت. تم التغيير كامل في عهد عثمان. في عهد عثمان اللي هو المصحف اللي حرق المصاحف الثانية. نعم. وكتب دي. لكن بقية المصاحف أبي وعبد الله بن مسعود تجد فيها إن الدين عند الله الحنيفية. وزي ما قلت الحنيفية شيء، والمذهب الحنفي ده بعد الإسلام، حنفي وشافعي ومالكي دي حاجة تانية، لكن ملة إبراهيم حنيفة. نعم. المبادئ بتاعت الحنيفية أو الحنفاء اللي بيمثلها زيد ابن عمرو في القصيدة بتاعته. نعم. بيقول كده، ودي موجودة في كتاب شعراء الناصرية في صفحة 219. فبيقول فيها ايه؟ في سيرة ابن هشام. لا، ده في كتاب شعراء النصرانية. شعراء النصرانية. فبيقول فيها في سيرة ابن هشام، سوري، 219، انت على حق. بيقول فيها ربا واحدا ام الف رب أدين إذا تقسمت الأمور، عزلت اللات والعزى جميعا، كذلك يفعل الجلد الصبور. فلا العزى أدين ولا ابنتيها، ولا صنمي بني عمرو أزور، ولا هبلا، ده كان صنم برضو، أدين وكان ربا لنا في الدهر إذ حلمي يسير، ولكن أعبد الرحمن ربي ليغفر ذنبي الرب الغفور. فتقوى الله ربكم احفظوها، متى ما تحفظوها لا تبور. ترى الأبرار دارهم جنان، وللكفار حامية سعيرا. إلى الله إلى آخره من هذه الكلمات في القصيدة اللي بتبين مبادئ الحنيفية. وعشان كده قال له اتبع ملة إبراهيم حنيفة. رأينا في القصيدة فإبراهيم لم يكن مسلما حسب قولك. لا، مسلما حنيفة. اتبع ملة إبراهيم مسلما، كان إبراهيم مسلما حنيفة. يعتبروا كده هما بيقولوا، لكن وقت إبراهيم لم يكن هناك إسلام. ما بيفسروها بقى عزيز الفاضل. إبراهيم كان الإسلام حنيفيا. حنيفة. أوكي. بفسرها أن كلمة إسلام من سلم الناس من يده ومن لسانه. المهم، رفض عبادة الأوثان، الإقرار بوحدانية الله، الوعد بالجنة، الوعيد بالعذاب في سعير جهنم، أسماء الله الرحمن والرب والغفور، والمناداة بدين إبراهيم. فهي نفس المبادئ اللي أخذها محمد وحتى فتأثر بزيد بن عمرو لأنه عاشره كثيرا وتعلم منه كثير. على مدى 20 سنة كان بيروح يقعد وياه. 20 سنة. نعم. ذكرت سابقا أن أيضا من المذاهب الأخرى التي كانت موجودة في شبه الجزيرة العربية في زمن محمد أن كانت هناك الصابئة. من هم الصابئة؟ وما هي الأمور إن كان تأثر فيها محمد منهم؟ الصابئة فعلا كانوا موجودين في الجزيرة العربية ضمن المذاهب الموجودة. وحتى ورد اسمها في القرآن. في سورة المائدة 69 بيقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره. هل لك أن تعدد لنا مصادر الصابئة؟ الصابئة الحقيقة اللي تأثر بيهم محمد في زمانه محمود شكر الألوسي البغدادي في كتابه بلوغ الإرب في أحوال العرب ذكر مبادئهم، فقال إنهم كانوا بيصلوا 5 صلوات
وكانوا بيصلوا على الميت بلا ركوع ولا سجود، وكانوا بيصوموا 30 يوم، والصوم بتاعهم مرتبط بالهلال في الفطار، وكانوا بيعملوا أعياد وبيعظموا بيت مكة اللي هو الكعبة. فبنلاحظ بقى الحاجات اللي اتخذت من السابقة، الصيام بتاعهم شهر، الصلوات الخمسة، نعم، ارتباط بالهلال، تعظيم الكعبة مكة، هي نفس تعليم الإسلام بالضبط كده. غريب. نفس. فهي يعني زي ما شفنا دلوقتي بوضوح، وبنطرح هذه التساؤلات علشان تجيلنا الردود والإيضاح إن محمد تأثر بمصادر بشرية كثيرة وأساطير وإسرائيليات وهرطقات نصرانية وشعر جاهلي والحنيفية أو الحنفاء والصابئة أيضا. هل حضرات الأفاضل العلماء أنهم يوضحوا هذه الأمور ويبينوا لنا الكلام ده صح ولا غلط؟ ليه؟ عشان خاطر كل إنسان بيفكر وعايز يوصل للحقيقة، والحق يحرركم. من شدة محبتنا للأحباء المسلمين جميعا احنا بنتساءل هذه التساؤلات حتى لا يتأثر مصيرهم الأبدي، ويكون ماشيين زي ما بيقول الكتاب، توجد طريق تظهر للناس أنها مستقيمة ولكن عاقبتها طرق الموت. فمن محبتنا لأحبائنا المسلمين بنقول نفكروا عشان تشوف الطريق سليم ولا لا. أكاد أسمعك تقول أن الإسلام عاقبته الموت. أنا بتساءل عشان كل إنسان يتحقق بنفسه، أنا مين عشان أحكم على أي حاجة؟ أعزائي المشاهدين، هذه أشياء تحير الروح والقلب، لكن دعوني أشارك معكم إحدى الرسائل التي لمست قلبي شخصيا، وهذه هي رسالة وصلتنا من أحد الإخوة المسلمين. ده خطه جميل قوي. خطه حلو. لن نذكر الاسم بالطبع، ولكن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا يليق بجلال اسمه تعالى وعظيم سلطانه، وسلاما على من بين للناس هدى الله، وسلاما على ختام النبوة والرسالة كما جاءت باسمه الأنبياء والرسل، وسلاما كما أهداه للناس على من اتبعه ومن صدق خبره كما أعلنتها ذراع الله، والسلام على من يوضح لنا هدى الله. أما بعد، سررت أيام سرور بشخصك الكريم عندما تعرفت عليه لما فيه من كريم الصفات وحميد الخصال، وقد سبق لي التعرف لضيفك الكريم خاصة وأنني أحببته شخصا وحديثا كما يقولون، أحببته لله فلله. شكرا. وبسبب هذا الحب انفتحت بصيرتي وانفتح لحديثه كياني عقلا وقلبا. شكرا الله. وأنا أخي الكريم لا أحب تلقي خطابات أو أن ترسل لي رسائل لظروف خاصة. أعتقد أن هذه الظروف الخاصة نعلم بها علم اليقين. للأسف سيف الإسلام، أين هي حرية الرأي؟ لذلك ليس وليس عندي ولما ليس عندي انترنت، فانني كنت اتمنى من كل قلبي ان اكون معكم بشحمي ولحمي، ليكون كما قال السيد: اتيت لتكون لهم حياه. الله، شكرا مبين. لله. والحياه كما تعلم كلمه جامعه مانعه تشمل كل شيء الا المتاجره باسم السيد او قبول نفع شخصي تحت نفس العنوان الكريم، تحت دعوه الدخول من الباب او الوقوف بالاعتاب وهدفها منافع شخصيه، بائعا الاوهام للناس حتى يعتصرهم ثم يلقي بهم للضياع فرادى وحيارى تاهين، فلا هو تركهم لحياتهم كما كانت، ولا هو ارتفع بهم الى الابديه ليصيروا كموسى الاسود. يا سلام. والله أسأل لكم التوفيق في طريق الحق والرشاد. أمين. ودعواتكم لي بالحياة الصالحة الكاملة، وأن ينفعني الله بمن يملأ وحدتي لجلال اسمه سبحانه وتعالى. أخونا الحبيب الله. الله يقول، الرب يقول: لا أعود أترككم يتامى فيما بعد. أمين. أمين. هل لك آية تعزي لهذا الأخ؟ تشدد وتشجع، الرب معك. نعم. أنا تيالي إن إحنا قبل ما نخلص البرنامج نرفع صلاة له
ولأمثاله اللي بدأوا الطريق وشافوا النور وخايفين من الإرهاب. نعم. عشان ربنا يسندهم ويقويهم ويباركهم ويسعدهم. اسمح لي أن أذكر آية الله تعامل في قلبي من خلال هذه الآية، وهي لكل إنسان فينا. أما أمرتك، من يشوع 1:9، أما أمرتك تشدد وتشجع، لا ترهب ولا ترتعب، لأن الله إلهك معك حيثما تذهب. أمين. تفضل. إلهنا الطيب والحنان، يا من أحببتنا محبة أبدية فأدمت لنا الرحمة، ويا من عينك علينا من أول السنة لآخرها، أشكرك لأجل عمل روحك القدوس مع هذه النفوس المنتشرة في كل بقاع العالم. ليتك تشدد ابنك وأمثاله أيضا ممن لم نعرفهم وكل الذين أرسلوا لنا هذه الرسائل. احفظهم في يمينك، قدسهم في حقك، نميهم في نعمتك، استخدمهم لمجدك حتى ينالوا الحياة الأبدية في اسمك. لك كل مجد. نشكرك لأنك استجبت من أجل محبتك. لك كل مجد من الآن وإلى الأبد. آمين. آمين. شكرا. أعزائي المشاهدين، قال السيد المسيح: محبة الله من كل قلب ومن كل النفس ومن كل الفهم ومن كل النفس ومن كل القدرة، ومحبة القريب كالنفس هي أفضل من جميع المحرقات والذبائح. الله لا يحتاج إلى أعمالنا، لأنه يقول أن أعمالنا مثل خرق بالية، لكن الله يحتاج إلى أن نؤمن به من كل القلب والنفس والكيان. ارفع قلبك معي إلى الله الواحد الأحد وسلم حياتك إليه كما تحيا في الحياة الأبدية، ويسجل اسمك في سفر الحياة في شخص المسيح. شكرا لكم. وإن أردت الحصول على نسخة مجانية من الكتاب المقدس، اكتب لنا على العنوان الذي على الشاشة، أو كتاب أبناء اسم أولاد إسماعيل، ويسرنا أن نرسلها لكم. شكرا، وإلى اللقاء في حلقة أخرى. شكرا جزيلا. شكرا.